أيها الإخوة الأحباب، الصبر على المرض. قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فيقول لهما: انظرا ماذا يقول لعواده، فإن هو إذا جاءوه حمد الله رفعنا ذلك إلى الله عز وجل وهو أعلم، فيقول لعبدي: علي أن إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدل له لحماً خيراً من لحمه، ودماً خيراً من دمه، ونكفر عنه سيئاته. والشيء الذي يلفت النظر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان فقال: هو الصبر. يا سبحان الله، أي يختصر الدين كله والإيمان كله في الصبر؟ كيف ذلك؟ وفي بعض الأحاديث الشريفة: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. صبروا ابتغاء وجه ربهم، لم يصبروا قهرا، لم يصبروا ابتغاء وجه زيد أو عبيد أو فلان أو علان، لم يصبروا حرمانا، لم يصبروا سياسة، لم يصبروا مداراة، صبروا ابتغاء وجه ربهم. إذا حبست نفسك على ما تكره ابتغاء وجه الله عز وجل، فهذا هو الصبر الذي أراده الله في 100 آية في كتاب الله. أيها الإخوة الأحباب، عرفنا ما الصبر، فما جزاء الصبر عند الله؟ أولاً شيء دقيق جداً: معية الله. يقول الله عز وجل: إن الله مع الصابرين. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. هذه معية خاصة: معية الحفظ، معية الرعاية، معية التأييد، معية النصر، معية الحماية. ألا نطمح أن يكون الله معنا؟ ومن جزاء الصبر أيضا محبة الله عز وجل لمن صبر على ما أصابه. ألا ترضى أيها الصابر أن يحبك الله عز وجل؟ يقول الله عز وجل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. أن تبلغ مرتبة أن يحبك الله عز وجل هي أعظم ما يسعى إليه إنسان عاقل مستنير. الله عز وجل: إذا صبرت على زوجتك، إذا صبرت على أولادك، إذا صبرت على جيرانك، إذا صبرت على من هم دونك، إذا صبرت على من هم فوقك، إذا صبرت على مرض عضال، إذا صبرت على ضيق ذات اليد، إذا صبرت على مشكلة، ألا تريد أن يحبك الله عز وجل؟ ومن جزاء الصبر أيضا الهدى والرحمة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ألا يكفي الصابرون أن الله سبحانه وتعالى يصلي عليهم، يتجلى عليهم برحمته؟ ألا يكفي أن الله طمأنهم أنهم مهتدون، بشرهم بالهدى؟ ومن جزاء الصبر أيضا الأجر المفتوح، الشيء الذي لا يصدق. كما قال الإمام الغزالي، قال: ما من قربة إلى الله إلا وأجرها بتقدير وحساب، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها. إلا الصبر، قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، من دون قيمة ومن دون أي مقابل.